اليوم أتكلم من عجائب الوصف لجمال النساء ومحاسن النساء، وفيها شوي من الطرافة. قبل 40 سنة أحد النبلاء والوجهة كان في نزهة برية أيام الربيع، وجلس وتوافد عليها الناس، ومن ضمنهم رجل من بادية كبير السن، عليه الوقار وعليه السمت. جلسوا يستمعون الأطراف الحديث، مروا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن المرأة من ضمنها تنكح لجمالها. فتكلم الوجيه هذا والنبيل، قال بالله نبي من اليمين إلى اليسار كل واحد يعطينا وصف الجمال النساء، بس وصف مختصر. تكلموا من اليمين إلى الشمال، وصل الكلام إلى الشايب هذا الرجل الكبير بالسن البادية. قال أعفني لو سمحت، عفى الله عنك، خلني أنا آخر واحد. صار هو آخر واحد. قال اللي الحضور تكلموا ما قصروا وفوا، ولكن حنا يا أهل البادية من شيباننا الأولين، إن محاسن الجمال عندنا لها أساس. قال كيف؟ قال محاسن ووصف النساء في الثلاث الطوال والثلاث الصغر، الباقي فروع خلق الله سبحانه وتعالى، يختلف الألوان والأشكال. قال وش إن الثلاث الطوال؟ قال طول في القامة، طول في العنق الرقبة، وطول في الشعر. قال عجيب، قال هذا هو، هذا الثلاث الطوال الأساسية. القصيرة ما هي من علامات الجمال، واللي من خنعة ما لها، اللي رقبتها قصيرة، واللي صلعة ما فيها، ما هي من محاسن الجمال. قال طيب وثلاثة صغار؟ قال صغر بالفم وصغر بالثدي وصغر. قال والله عجيب، أول مرة أسمع الوصف، أنت اختصرته لنا. قال هذا وهذا هو اختصار، هذا هو قواعد وأساس وصف الجمال عند البادية، في الثلاث الطوال والثلاث الصغار.